السلام عليكم ورحمة الله. استشهد 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء قصف من الطيران الحربي الروسي استهدف مدينة بن نش في ريف إدلب، حيث استهدف الطيران سوقا شعبيا ما أسفر عن دمار كبير في الأبنية السكنية والمحال التجارية. ظهرت الطيران الحربي في مدينة بن نش صباح اليوم. هلا مثل ما عم نشوف شكل مجزرة بمدينة بن نش، الأشلاء لحد الآن بالأرض والناس لحد الآن القتلى بالأرض، الجثث. الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف عم بيحاولوا يشيلوا الجثث وينتشلوها من تحت الأنقاض. سبب الاستهداف عم بيكون مجهول. طيران الحربي امبارح بالليل ما أجانا أو أجانا اليوم الصبح، صار له يومين سابقات عم يجينا، كان ليلا. استهداف دائما للمدينة عم بيكون بالمناطق الحساسة ومناطق التجمعات الكبيرة. عدد شهداء وعدد القتلى اليوم يفوق عدد الشهداء وعدد القتلى سابقا، ولا تزال الأمور يعني شبه العالم خايفة ولسه الطيران بالأجواء. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب مراسلنا من إدلب محمد الدغيم. محمد، ضعنا في تفاصيل القصف الذي استهدف مدينة بن نش اليوم. نعم، تعرضت مدينة بن نش اليوم لغارتين جويتين من الطيران الحربي السوري، ما أدى إلى دمار كبير في إحدى المساجد التي تقع في سوق بن نش، حيث تعرض الطريق العام أيضا لقصف من هذا من هذه نعم. تعرضت مدينة بن نش لغارتين جويتين ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص، حيث تركز القصف على وسط المدينة على سوق شعبي الطريق العام، ودمر مسجد بشكل كامل نتيجة هذه الغارات، وجرح ما يقرب حوالي 20 شخص. وتعرضت أيضا اليوم أطراف مدينة أريحة لغارة جوية، وأطراف الأقياسات أيضا بريف إدلب الغربي لغارة جوية صباح هذا اليوم. نعم، شكرا لك مراسلنا من إدلب محمد الدغيم. ونبقى في إدلب، حيث أفاد مراسلنا بارتفاع عدد شهداء بلدة مفاسرجة في ريف إدلب إلى 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وذلك جراء قصف جوي استهدف المدينة أمس.